فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي أرض وقد أوقفت الحكومة بيعها ضمن مخطط معين، فلا أستطيع أن أبيعها، فقمت بعرضها للأجار، يقول وهي الآن متوقفة عن البيع، فهل فيها زكاة مع أنني أنوي بيعها إذا سمح بذلك؟ ما دام لم يسمح لك ببيعها فليس فيها زكاة، لأنك ما تتمكن من بيعها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.